بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة في ختام هذا الأسبوع. ومعنا في هذه الفقرة نجم كروي كبير، أنا على المستوى الشخصي وبالتأكيد كل المتابعين والمهتمين بالكرة المصرية كانوا بالتأكيد بيهتموا وبيتابعوا كرة القدم في نهاية التسعينات وفي بداية الألفية، وأحد نجوم الكرة المصرية اللي كان بالتأكيد ليه طلة معينة كده أو ليه ماتشات كان ليها قيمة وكان ليها أهداف مؤثرة، ومن الناس اللي كانت بتجيب أهداف حتى بعد فترة طويلة ممكن نسترجعها ونتكلم عليها، لأن في التوقيت ده أو في الفترة الزمنية دي قليل جدا لما كان عندنا لعيب بيجيب الأهداف بالشكل الجميل ده أو بالشكل المؤثر ده. حتى بعد ما اعتزل قعدنا نقعد سنوات طويلة عشان نشوف لعيب أو حد بيكرر نفس اللعب أو نفس التسديد أو الهدف اللي بيجي حتى بطريقة الدبل كيك، ما بنشوفش الكلام ده خالص حتى في الفترة الزمنية الأخيرة. معايا ومعاكم الكابتن تامر بجاتو نجم الكرة المصرية، والنهارده بيشرفنا وبينورنا في قناة النادي الأهلي. كابتن تامر اهلا بيك وسعداء بوجودك معنا. اهلا بيك وميرسي جدا على المقدمه الكبيره الحلوه دي، يعني ميرسي جدا، وانا مبسوط ان انا موجود طبعا معاك النهارده وقناه النادي الاهلي، يعني ونادي الاهلي بيت يعني فلازم ابقى موجود. طيب مهم جدا واحنا بنتكلم معاك وبنتكلم عن الكره المصريه والاهداف الرائعه والاهداف الجميله، وانا قلت جزئيه الاهداف اللي كانت ليها لمسه جماليه، فكره الدبل كيك. والدبل كيك ده احنا فترات زمنيه كتير قوي ما بنشوفوش الا في لاعب او اتنين. وانا حتى بتكلم معاك قبل الهوا استرجعنا الذكريات، يعني حضرتك والكابتن حسام حسن قليل جدا، كانت ايه الاسباب وحتى بعد ما بطلتوا او اعتزلتوا ما بنشوفش اللمسات الجماليه في الاهداف حتى دلوقتي في الكره المصريه؟ بص والله هو الموضوع ليه بدايه طبعا احنا صغيرين. انا كنت بحب دايما الكور دي، كنت بقعد اعملها مع نفسي بقى، ولما كنت مره حتى في الناشئين احنا صغيرين كنا نقعد بعد التمرين كده اقعد اعملها. وبعد كده لما كبرت شويه بقى بدات اطلع على الفريق الاول، يعني وانا عندي كده 17 سنه كنت بطلع اتمرن، وبعد كده 19 سنه كنت بتمرن مع فريق كبير على طول. كان الكابتن حسام حسن بقى طبعا كان بيقعد بعد التمرين يتمرن عليها على طول، فالموضوع استفزني جدا يعني، فكنت بقعد اتمرن معاه عليها. بتتمرن معاه؟ كان يجي بعد التمرين ويجيب كابتن ابراهيم حسن يقعد يرفع وهو ايه يلعب مع الجون. من ضمن الكور اللي كان متمرن عليها الدبل كيك دي، وانا كنت اوريدي بحبها جدا ومحاول اعملها وانا صغير برضو، فجت الفرصه ان انا اتمرنت معاه في نفس الوقت ده، كنا بنعملها كتير جدا بعد التمرين، يعني عشان يمكن زي انت بتقول انت ربطت بين حسام يعني ان كابتن حسام حسن كان بيقعد يعملها كتير جدا، وده يمكن اللي خلانا يعني مميزين فيها ان احنا كنا نتمرن عليها كتير جدا بعد التمرين. يعني انا بتكلم عن اللعبه دي لان انا اتذكر مباراه المنصوره والزمالك في كاس مصر، وحتى المباراه دي كانت من ضمن المباريات اللي اهلت المنصوره للوصول للفاينل، ولعبته الاهلي في مباراه نهائي الكاس. طبعا الكلام ده كان في اخر التسعينات، 96 97 بالظبط. هدفك في الزمالك وانت بتلعب مع المنصوره، والمباراه دي انت بالنسبه لك طبعا بنعتبرها من اهم المباريات لتامر باجات في الكره المصريه. طبعا الدبل كيك انت بتبقى موجه الكوره في زاويه ما بتقلش، الكوره بتروح موجهه بالظبط، التايمنج كمان وانت بتستقبل الكوره، لا تدريب صعب قوي عشان تنفذها بالشكل ده. بص ما فيش حاجه صعبه، هي فيها انت هل انت عندك امكانيات معينه انك بتقدر جسمك وتوافق بتاعك يقدر يعمل العاب معينه، زي ما كل واحد بيبقى عنده حاجه مميز فيها يعني، وبعد كده استعداد الجسم حاجه، وبعد كده التمرين عليها كتير هو ده اللي بيخلي اي لاعب مميز في لعبه معينه. يمكن حتى عملتها في الناشئين وانا صغير كتير قوي في دوري الناشئين يعني، بس ما كانش حد بيشوفها يعني، لكن هي ما جاتش فجأة. مش فجأة علشان لما تجي لك في ماتش مهم كمان، مش يجي لك في ماتش عادي. يمكن في لعبه كتير تخاف جدا تعمل الكوره دي لما يكون ماتش مهم، يخاف تضيع تطلع فوق تضيع، فايه الناس تلومه شويه، هو شكلها مش حلو بالظبط لما تقلش بشكلها وحش قوي، فيخاف ان حد يلومه في حاجه زي كده. لكن هي بتبقى عايزه طبعا زي ما بقول لك تمرين كتير جدا وعلى الثقه انك تقدر تعمل كوره زي دي في وقت محتاج جدا جون زي كده او كوره تجي لك. فالتمرين هو اساس كل حاجه، والتمرين التخصصي كمان بقى هو لوحدك المهم. ولا طبعا يكون معاك مدرب؟ بص التمرين العادي ده تمرين للفرقه كلها. فده يعني اللاعب المميز لما كان لاعب مميز في حاجه معينه او عنده امكانيات غير امكانيات فرقته، زي ما بتلاقي انت في كل لاعب مثلا في كل فرقه، في فرق ممكن ما تلاقيش فيها لاعب مميز معين لوحده، لكن في فرق عندها لاعب مميز، لازم اللاعب المميز يعني بالقياس مثلا هنتكلم مثلا على كريستيانو مثلا او على ميسي او على الناس اللي هي
او حتى عندنا في مصر زمان، يعني كان زمان عندنا مثلا كابتن طاهر ابو زيد مثلا كان في التسديدات الكره بتيجي بره ال 18 كانوا بيشوف بينالتي بالظبط قدام اي فرقه سواء بره مصر او جوه مصر، وهو كسب النادي الاهلي كتير وكسب منتخب مصر. ونفتكر مثلا جون دور افريقيا في الزاكي مثلا، فده ما جاش من فراغ. يعني كان عندنا برضو ضربات الراس كان فيها حسام حسن جمال عبد الحميد. كنت تخاف كابتن مصطفى عبده في الاوفرات، طارق يحيى في الزمالك كان من الاوفر برضو. فالناس دي ما جاتش، كانوا بيتمرنوا كتير جدا، وكانوا بعد التمرين قصدي اللي هو التمرين التخصصي، وده بره مهم جدا. يعني بس كنت بتكلم معاك قبل بقول لك ان ديفيد بيكهام كان بيرفع في الاسبوع 3000 اوفر لوحده بعد التمرين، ملوش دعوه بالتمرين لان التمرين ده للفرقه كلها، لكن اللاعب المميز لما يكون عنده حاجه مميزه لازم يصقلها بالتمرين الجامد الخاص بعيد عن الفرقه. بس المهارات الخاصه دي ما بقتش تشوفها دلوقتي في ملاعب كره القدم المصريه. فكره دبل كيك، الضربات الراس المتميز فيها لعيب محدد طبعاً. الاوفر كمان اللي بيبقى رايح على راس حرق الكورنرز الضربات المباشره. ما هو ده كمان، يعني اسف لمقاطعتك، مجدي طلبه، كابتن مجدي طلبه كان مميز جدا في الضربات الركنيه بالزبط. يا هدف يا اما كره رايحه بتبقى صعبه على حارس المرمى انه يمسكها بالظبط. ما هو ده اللي بكلمك فيه، دي محتاجه ان اللعيبه يبقى عندها وعي شويه. حتى لو مدرب ما بيقولوش، هو لازم هو يبقى عنده وعي ان هو عنده حاجه مميز فيها، لازم يزودها لوحده خالص عشان يبقى متمكن منها جدا، ويبقى مميز فيها بجد، يقدر يغير بيها مسار فرقه ومسار فرقته، سواء كان مع نادي او مع المنتخب، ويبقى مميز بيها لتاريخه، يسيب يعني حاجه مميزه ليه هو يبقى مميز بيها. ودي مهمه جدا. يمكن اللعيبه في مصر الفتره الاخيره كان يمكن كتر الماتشات، يمكن عندنا في مصر، بس الكلام ده انا بقول لك المبررات اللي ممكن تطلع لاي لاعب مصري يعني بالزبط. لكن بره طبعا لا، التمارين التخصصيه دي موجوده. ويمكن شفنا مثلا فرقه بلجيكا مثلا كاس عام، كانوا جايبين تيري اونري بيمرن راسات الحربه فقط لا غير، هو موجود في الجهاز عشان دي بس، عشان راس الحربه بس. فالحاجات التخصصيه دي مهمه جدا، وهي اللي بتصنع المميز اللي هو ممكن يفرق مع فرقته، وبتفرق اكيد في سعره جامد جدا يعني اكيد. طيب هندخل بالتاكيد نتكلم عن تفاصيل مباراه بلاتينيوم اللي ان شاء الله تقام يوم السبت في البطوله الافريقيه. عندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها مع كابتن تامر باجاتو، وهنستغل وجوده النهارده معانا لان بالتاكيد محتاجين نسمع رايه ووجهه نظره في هذه الموضوعات. لكن محتاجين في هذه اللحظه احنا نوجه التهنئه لفريق سيدات سله النادي الاهلي بالفوز بدوري المرتبط لكره السله بعد الفوز على نادي الجزيره اليوم، سواء في فريق الناشئين فريق المرتبط او حتى الفريق الاول. الفوز على الجزيره في مباراه اليوم، في المباراتين النهارده سيدات سله الاهلي احرزوا بطوله المرتبط، وبالتاكيد بنبارك لهم على هذه البطوله، وان شاء الله باذن الله كمان يكون عامل دفعه قويه جدا للمرحله الجايه، خاصه كمان الفريق الاول للسيدات لكره السله، لانه خلاص بعد البطوله الافريقيه مع الكابتن علي هاشم محتاجين ان هم الفتره الجايه يخشوا بشكل قوي بقى في البطولات المحليه. دور المرتبط فازوا بالبطوله، عملوا النهارده سكور كبير قوي سواء في فريق المرتبط او حتى في الفريق الاول، والفوز على الجزيره كانت كبيره. ان شاء الله بقى الدوري العام والدوري السوبر الفتره الجايه باذن الله فريق السله للسيدات في النادي الاهلي والكابتن علي هاشم واللاعبات يقدروا باذن الله يحققوا بطوله قويه وبطوله محليه في الفتره اللي جايه. طيب كابتن تامر، محتاجين نتكلم بقى عن مباراه بلاتينيوم، ومش هكلمك فيها كفنيات اكتر بقدر ما هكلمك على فكره ان مباراتين الجوله الثالثه والرابعه هيبقوا حاسمين قوي في التاهل وتحديد متصدر المجموعه قبل اخر الجوله، قبل الجوله الاخيره او قبل الاخيره. شايف مباراه بلاتينيوم وتوقيتها بالنسبه للاهلي وثقه بعد الانتصارات المتتاليه في الدوري المحلي؟ أنا شايف إن الماتش ده ماتش مهم جدا وتوقيته كويس جدا مع فرقة زي بلاتينيوم. لو هنتكلم عن فرقة بلاتينيوم برضو يعني فرقة تعتبر ضعيفة، نقولها ضعيفة، ما لهمش أمل إن هم يكملوا، فدي حاجة كويسة بالنسبة للنادي الأهلي من وجهة نظر معينة. لكن من وجهة نظر التانية برضو يعني إن برضو الفرقة الضعيفة دي اللي هي ما لهاش أمل دي مش باقي على حاجة، فممكن لو ما قابلتهمش بقوه جدا بنفس حماسهم او بنفس اللعبه بتبقى عايزه تثبت نفسها، خاصه قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي معروف في افريقيا، فبالنسبه لهم ده ماتش
استعراضي زي ما بيقولوا يعني، اللي هو اي كل لاعب عايز يطلع اللي عنده لان ممكن يتشاف في ماتش زي ده، وفي نفس الوقت ما عليهمش ضغوط، ما عندهمش ضغط اللي هو لازم يكسب، لان مش فارق بالنسبه له الماتش كده كده برضه اصلا كمان في الجوله الثانيه بالظبط. فالفرق زي دي ممكن تعمل مفاجاه لو ما تقابلتش من النادي الاهلي بقوه شديده جدا، بتركيز في البدايه بالظبط، بتركيز في البدايه، لان النادي الاهلي محتاج جدا المباراه دي وهم مش محتاجينها خالص. فدي يعني سلاح ذو حدين، ان الاهلي محتاجها طبعا للماتشات اللي جايه قويه جدا وهتحدد ترتيب المجموعه. لكن انا شايف ان الاهلي الفتره اللي فاتت مستواه الفني كفرقه عامه مستوى عالي جدا، وبيغير من طريقه لعبه كتير، ويعني ماشيين فايلر عمل شكل كويس للفرقه. فانا شايف ان النادي الاهلي عنده ثقه ويقدر يخلص الماتش ده، مهم جدا طبعا عشان ما يخشش بعد كده في حسابات تبقى مشكله معقده بالتاكيد، خاصه في اخر جولتين. انت النجم هيجي لك في الجوله الخامسه ورايح للهلال السوداني في الجوله السادسه، طبعا مش سهله جدا، ليها طابع خاص وفي زي طار على طول بايت على طول بين الاهلي والنجم، منافسه قويه، فمنافسه قويه جدا. فطبعا يعني الماتش اللي جاي ده هيبقى يعتبر عنق الزجاجه بالنسبه للاهلي، بحيث ان ما تخشش في الحسابات الثانيه. طبعا نادي الهلال نفس القصه، ماتش صعب جدا، مسكوا الكابتن حماده صدقي، دي برضو مشكله ثانيه. عارف اللعيبه بتلعب ازاي، وعارف المصريين بيلعبوا ازاي، عارف لعيبه النادي الاهلي طبعا، مدرسه الاهلي كمان، مدرسه الاهلي طبعا الأهلي. فماتش صعب برضو جدا. فالماتش اللي جاي بتاع بلاتن ده مهم جدا للنادي الاهلي. الماتشين ولا الماتش الجاي الاول؟ الماتش اللي جاي الاول ده، يعني انا بلغه لعيب الكوره طبعا، الماتش اللي جاي هو ده، الماتش ده اللي هيدي ثقه، هو ده اللي هيخليك بتلعب مرتاح، هو ده اللي الفرقه الثانيه تبقى قلقانه في الماتش اللي جاي تقابلك، عكس ما يبقى فيه تعادل في النقط او حاجه، تفرق طبعا جامد جدا. طيب الانتصارات المتتاليه في الدوري العام ممكن نبني عليها على مباراه زي دي، ولا المباريات الافريقيه عكس المباريات المحليه والمستوى، حتى لو انت هتواجه في افريقيا مستوى اقل من الفرق المفروض انت معروفه في افريقيا والمنافسات في دوري الابطال؟ بص انا يعني ممكن الناس تشوفها كده، لكن احنا كلاعب الكوره، لاعب كوره ما بيشوفش ماتشات كده خالص. فرقه النادي الاهلي فرقه معروفه بتاريخها، معروفه بحماسها، معروفه باستقرار الاداره فيها، معروفه. ف ما فيش فرق بين الدوري المصري والبطوله الافريقيه، الكلام ده بالنسبه للعيبه او الفرقه انا بشوف ان هو ما ينفعش نصنفهم. في اختلاف فنيات انك بتقابل الفرقه دي او الفرقه دي طبعا، ولكن ما بتغيرش شكلك او ما بتغيرش سلوبك، مفهومك للماتش. الاهلي ده احنا متعودين احنا بنكسب وخلاص، ما فيش حاجه اسمها فرقه صغيره او فرقه كبيره يعني. وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي. ممكن الفترات اللي فاتت في حبه لخبطه في البطولات الافريقيه شويه، ولكن انا شايف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي مستقر. الانتصارات المتتاليه ورا بعض سواء كان في الدوري او غير الدوري مهمه جدا، وباين على فكره على مستوى الفرقه، وباين رد الفعل بالنسبه للناس وبالنسبه للمدرب وبالنسبه للجمهور وبالنسبه للعيبه نفسها، ان الفرقه بقى ليها شكل، بقت بتعمل تيم ورك كامل. غيابات ممكن تاثر، ما بتاثرش، ودي اهم حاجه في الفرق الكبيره، ان ما بتقفش على حد، ما بتقفش على لاعب واحد او اتنين. فانا شايف ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي فايلر عامل نقله وبيغير من طريقه لعبه، وده اللي انت محتاجه انك ما تقلب من لعب الدوري المحلي وتلعب افريقيا. تلعب افريقيا. طيب الجوله الثالثه والرابعه كابتن تامر ممكن يبينوا ملامح المجموعه، في ظل ان انت عندك صدام الناحيه الثانيه ما بين النجم والهلال، مباراه في سوسه او في تونس، مباراه ثانيه في السودان، يوضح لك ملامح المجموعه حتى لو المباريات الثانيه خلصت بالتعادل، هيبين لك المنافسه رايحه فين، او مين اللي هيبقى منافس معاك، او المنافسه هتكون خلصت قبل حتى ما النجم يجي لك وتروح للهلال؟ ممكن وممكن يعني، كل شيء وارد، ولكن طبعا هم فرقتين كبار ولعبوا النادي الاهلي كتير، حافظين تكتيك بعض وحافظين لعب بعض، فهتبقى ماتشات فنيا هتبقى قوية جدا، وفي نفس الوقت هتبقى المنافسة هتبقى شديدة جدا، يعني هتبقى صعب انك تتنبأ. عشان كده بقول لك الماتش الجاي ده مهم جدا، هو ده اللي يخليك بقى انت توليد بقى لما تيجي تلعب تحس ان انت
نفسيا راكب الماتش زي ما بيقولوا يعني. راكب الماتش بالظبط كده طبعا قبل الماتش طبعا. عشان كده مهم انك تكسب المباراتين، تعمل 6 نقط سواء في القاهره او في زيمبابوي طبعا، على 3 نقط اللي معاك يبقى 9 نقط، تبقى عندك على الاقل اريحيه. لو الناحيه الثانيه النجم والهلال حصل فيهم صدام او في نقاط حد فقدهم عن الثاني والنجم جاي لك، تبقى رايح حتى السودان وانت محدد موقفك بالظبط يعني. فترتيب المباراه كان في صالح الاهلي طبعا اكيد طبعا اكيد. وانا شو بقول لك، الماتش اللي جاي بتاع بلاتنم ده مهم جدا، وتوقيته انا شايف ان هو توقيته مثالي لفرقه النادي للمرحله اللي احنا فيها كمان طبعا، للمرحله دي بالذات طبعا. طيب فايلر مدرب اجنبي، وكمان مش اجنبي يعني اشتغل في دوريات قويه، لا مدرب كمان اشتغل في مدارس ما خرجتش في افريقيا خالص او ما احتكتش حتى بالكره الافريقيه والعربيه نهائي، مع الاهلي في البطوله الافريقيه لغايه دلوقتي ماشي بشكل كويس، تحس كمان ان هو دارس الكره الافريقيه او قدر يذاكر الاجواء اللي ممكن يكون الاهلي فيها في افريقيا؟ مباراه النجم الساحلي بنعتبرها ممكن تكون فيها دروس كتيره قوي قد تكون لصالح فايلر حتى الفتره القادمه بشكل كبير. تعليقك على اداء فايلر مع الاهلي في البطوله الافريقيه والطريقه اللي بيأدي بيها الاهلي معاه في البطوله الافريقيه سواء خارج مصر او حتى في مصر. بص هو يعني يمكن زي ما قلت لك من شويه، هو طبعا مدرب كويس واضح من شغله يعني المدرب الكويس شغله بيبان على طول، وواضح ان في فرق كبير من النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي في تغيير مراكز اللعيبه جوه الملعب، تغيير رتم الماتش على مدار الماتش، يعني بيغير رتم الماتش في كل يعني على حسب توقيت الماتش وعلى حسب طريقه لعب الماتش، ما هو ماشي بيغير واللعيبه متقبله التغيير ده، ودي مهمة جدا. متقبلة طبعا متقبلة ان هو في لعيبة ما بيقدرش يغير طريقة لعبه، تحس ان في دروب في الماتش، انت لا انت النادي الاهلي الماتشات الاخيرة كلها والسنة دي بالذات ما بتحسش في دروب في الملعب، مع ان في لعيبة كتير بتتغير وطريقة اللعب بتتغير ممكن على مدار الشوط او على مدار الماتش، لكن انا شايف ان هو قادر يعني قادر يخلي اللعيبه تستوعب اللي هو عايز ينفذه، ودي اهم حاجه ان اللعيب يقدر يستقبل فكر المدرب تمام. يمكن اللعيبه عشان برضو اكترتهم صغيرين، فهي بيبقى اللاعب الصغير شويه بيبقى عنده تقبل شويه ان هو ممكن يغير من طريقه لعبه، لما يكون المدرب طبعا صاحب شخصيه يعني. قصة ماتشات افريقيا زي ما قلت لك، هو مدرب كويس عارف امكانيات فرقته كويس جدا، فبيقدر يوظفهم بطريقه كويسه، هو بيقرا الملعب كويس، فبصرف النظر بقى كان الماتش في افريقيا او مش افريقيا، هو ده اللي مخليه شكل الاهلي كويس الماتشات اللي فاتت افريقيا، وهو مع ان هو ما عندوش زي ما قلت خبره خالص في الأفريقيا. يعني هو مركز في امور فنيه فمخليه على الاقل بيعوض ده بالمقارنه بالاجواء الافريقيه، لان الادغال الافريقيه واجواء افريقيا عكس طبعا الكره في اوروبا طبعا. بس انت الماتشات كلها اللي فاتت خلاص، الماتشات اللي فاتت كلها موجوده، هو بيذاكر كويس وعارف هو عارف امكانيات فرقته كويس وماشي بيها كويس جدا، وجربهم مره واثنين وثلاثه مع كذا فرقه فلما تيجي تذاكر الماتشات اللي انت بتلعبها في افريقيا، الفرقه اللي لعبتها قبل كده واكثرتها الاهلي لعبها قبل كده كذا مره، فبيقدر بعد كده يحدد، لان هو مدرب كويس في الاصل. ما هو بقول لك المدرب كويس ملوش دعوه انت بتلعب افريقيا بتلعب بره، هو مدرب هو عارف المدرسه دي خلاص يعني قدمت او التفكير طبعًا بالشكل ده طبعا اكيد خلاص. عايز توصل كده او عايز تقول كده؟ عايز اوصل كده ان الموضوع اختلف، يعني حتى زمان كنا يقول لك ايه هو الماتش بتاعنا في ارضنا ولا بره، الكلام ده انتهى من زمان يعني. حتى في اوروبا بره ما بتحسش خالص انت ما بتبقاش عارف الماتش شغال، انت مش عارف الماتش بتلعب هنا ولا بتلعب هنا مظبوط فاهمني. فقصه بره وجوه وافريقيا ومحلي والكلام ده خلاص انتهى من زمان، ونفسي بقى يعني ينتهي خالص من عندنا حتى نفسيا، حتى بالنسبه للجمهور وللعيبه وللمدربين وللاداره، مفيش حاجه اسمها ماتش بره وماتش جوه، في حاجه اسمها فرقه وفرقه يعني. الموضوع ده انتهى، واظن اللعيبه وصلت لدرجه كبيره يعني، المفروض توصل لدرجه او مفروض ان احنا نوصل لدرجه كبيره من الاحترافيه، ان مفيش حاجه اسمها ماتش بره وماتش جوه يعني، خلاص الموضوع ده انتهى اكيد. طيب مستمرين بالتاكيد في الحديث عن البطوله الافريقيه ومباراه بلاتينيوم، لكن جمهور الاهلي في الشارع ازاي شاف مباريات الاهلي في الدوري؟ تعليق جمهور الاهلي كمان على الثمان مباريات اللي اداهم الاهلي في الدوري وانتصارات متتاليه تحت قياده سويسريه للمدير الفني رينيه فايلر. مهم جدا نسمع راي جمهور الاهلي في هذا التقرير، ثم نعود الحديث مع الكابتن تامر بجاتو، ولكن بعد هذا التقرير.
أداء رائع بكل المقاييس، أفضل كرة بيقدمها النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت بالمقارنة بأندية الدوري الـ18. الأهلي هو الأفضل دفاعا وهجوما وأداء وأداء تكتيكي بكل المقاييس. فايلر يعني بيسير بخطى ناجحة حتى الآن. أنا شايف أن المدرب ده ممكن يحقق طموحات الجماهير المصرية الكبيرة بالفوز واستعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا الغايبة عننا من 2013. أداء يعني واضح جدا جدا من بداية الموسم، جميع المباريات اللي أداها مستر فايلر يعني حقيقة وبدون مجاملة، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يوفقه. وهو حتى أسلوبه وطريقته في التعامل، وأنا خدت بالي من حاجة يعني مهمة جدا جدا اللي هي نفسيا، حتى لما النادي الأهلي بيسجل جول اللعيبة اللي قاعدين برا أكتر من اللعيبة اللي هم جوه الملعب، دي برضو واضحة إن خلى اللعيبة كلها بيحبوا بعض، اللي بيلعب مبسوط، اللي ما بيلعبش مبسوط لأنه عارف إن هيجي عليه الدور، فدي مهمة جدا ودي مكسب كبير جدا جدا لأي مدرب ودرس عملي لأي مدير فني. فأنا يعني مهما اتكلمت الحقيقة مش هو في حقه، وإن شاء الله يستمر على هذا الأسلوب ونفرح جميعا بمستوى النادي الأهلي فنا ولعبا وأخلاقا، ثم النتائج طبعا اللي احنا بننتظرها باستمرار. أداء النادي الأهلي مع فايرل عالي جدا، في تكتك في الملعب، في أداء، في خطط، وطبعا النادي الاهلي بيضيف للفايلر والفايلر برضو بيضيف للنادي الاهلي كان الكبير. وطبعا ان شاء الله باذن الله احنا بنتمنى ربنا يبقى فيه توفيق الفتره الجايه، وان شاء الله النادي الاهلي ماشي بفتره كويسه مع مستر الفايلر وربنا يكرمهم ان شاء الله. اداء محترم جدا وعاملين ارقام قياسيه كبيره برضو، يعني اول مره الاهلي يفوز 8 ماتشات ورا بعض، 24 نقطه واهداف كتير حوالي 23 هدف، ودخل من وراها هدف واحد، يعني نتيجة محترمة يعني وأداء كبير. أداء طبعا الفترة اللي فاتت ولا أروع ولا أجمل، داخلين أول الدوري 24 بونت، دخل فينا هدف واحد، والحمد لله على أداء يعني المدرب جه، لا فترة إعداد مش كويسة ولا لعيبة كانت مصابة، وفترة إعداد الحمد لله دلوقتي أول الدوري 24 نقطة، وإن شاء الله نحقق مركز كويس إن شاء الله في أفريقيا، وإن شاء الله نصعد كأس العالم للأندية تاني، أهم حاجة إن شاء الله نركز في أفريقيا الماتش اللي جاي إن شاء الله. هو في تطور رهيب في أداء فايلر مع اللعيبة، يعني فكرنا بأيام مانويل جوزيه، وإن شاء الله في تاريخ جديد بيتكتب مع النادي الأهلي، وبداية موفقة يعني إن شاء الله. فايلر عامل شغل عالي والمستوى يعني متقدم ما شاء الله عن الأول، والشغل كويس، عامل شغل كويس مع الفريق، وما شاء الله متصدر الدوري وما خسرش ولا ماتش، وعامل شغل عالي ما شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، ولازم بس وانا بتكلم عن التقرير راي جمهور الاهلي بالتاكيد راي مهم بالنسبه للمرحله الجايه، لكن في وسط التقرير عذرا يعني كان في لقاء مع احد القامات التدريبيه والكره المصريه دكتور طه التوخي، الشخصيات التدريبيه الكبيره جدا اللي عمل كمان في الخليج فترات طويله جدا، ومن احد المدربين المؤسسين لبطوله خليجي اللي بتقام كل سنتين او كل فتره زمنيه في الخليج ومجلس التعاون الخليجي في المنطقه العربيه، واحد القامات التدريبيه في الاهلي والكره المصريه. ودايما بنتشرف لما بنسمع كلام دكتور طه التوخي على النادي الاهلي في اي تقرير او في اي مرحله، لان كمان راي اكاديمي وراي خبره تدريبيه كبيره جدا، فسعداء اللي احنا سمعناه وشفناه كمان وهو بيتكلم مع جمهور النادي الاهلي عن المرحله الجايه وازاي تابع اداء الاهلي مع فايلر خلال الفتره الاخيره. كابتن تامر، كلام مهم جدا اتقال سواء من الجمهور او حتى من دكتور طه التوخي. طبعا هو ده اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه، يعني ان كله راضي ورد الفعل باين جدا في الجمهور، وطبعا حد زي كابتن طه طبعا يعني واضح ان في ارتياح والشغل باين جوه الملعب، لان في الحاجات دي ما بتستخباش يعني فاتمنى الاهلي يفضل ماشي كده وبالمدرب واللي احنا شايفينه ده، ان شاء الله ممكن ينهي الموسم بشكل كويس جدا يعني، وتطلع فيه بقى كمان الاهم من ده ان يطلع من عندك كوادر كتير جدا او لعيبه صغيره لسه طالعه،
بتشرب بقى شغل مدربين بجد وشغل فني بجد وياخدوا خبرة المدربين وتغير اللعب جوه الملعب والتكتيك جوه الملعب حتى على مدار الماتش. يعني دي مهمة جدا يعني. أكيد طبعا طبعا مهمة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية كمان. إن عندك مشكلة في اللعيبة المصريين بالذات إن هم مش متعودين يلعبوا بسيستم شوية، إن اللعب عندنا ارتجالي الأكتر، عندنا لعب ارتجالي. مدرب بيفرق بحاجة بسيطة جدا، يمكن حتى اللي انت لو غيرت مدربين الجدول الدوري كله كل سنة الجدول هيفضل زي ما هو، لأن المدرب بيأثر بحاجة بسيطة جدا من وجهة نظري لا تتعدى 20%. ليه؟ لأن اللعيب مش متعود إنه يمشي على سيستم أو يتعود يلعب على طريقة، لا متعود يلعب بطريقة معينة، فاللعب كله ماشي في هذا الاتجاه. بره المدربين لا بيفرقوا جامد جدا من فرقة لفرقة، بتحس فرقة تانية خالص. اللعيب تحس إن هو لعب شطرنج، تحس إن هو ما حطتلوش السوفت وير، تحس إن هو هنج فرقة تانية خالص. يجي مدرب تحس ان الفرقه اتغيرت تماما زي ما حصل مع مانشستر يونايتد مثلا السنه اللي فاتت. اكيد تحس ان فرقه ثانيه مجرد مثلا انك غيرت ايه المدرب المدير الفني. فاللاعب المصري عشان كده يمكن اللعيبه قليل جدا اللي بيسافر من مصر هنا ويسافر بره ويكون الناس شايفه ان هو ممكن يبقى حد جامد جدا بره وكده، بتلاقي ان اللعيب فجاه ما بيقدرش يكمل وبيرجع. ليه؟ لان مش متعود يلعب على سيستم، مش هيقعد يلعب على نظام فني او تكتيك يخش جوه تكتيك الفرقه، لا بيلعب لوحده انديفيديوال، ودي المشكله. يعني يمكن دي المشكله، فاتمنى ان ده تجربه النادي الاهلي مع فايلر، ان اللعيبه تفهم يعني ايه مدرب هو اللي بيحرك اللعيبه جوه الملعب مش اللعيبه اللي تتحرك لوحدها. ودي احنا محتاجينها، ثقافه محتاجينها جدا عندنا، لان حتى المدربين حتى لما تيجي مثلا المدربين يجوا مثلا يمسكوا منتخب مصر مثلا، تحس ان لما بييجوا تحس ان هم مش عارف يعمل حاجه. ليه؟ ممكن يبقى كويس وممكن يبقى وحش، يعني ده برضو ده بتبقى موجوده نسبية. ولكن بلا استثناء بييجوا تحس ان في حاجه غلط، تحس ان هو مش عارف يعمل حاجه خالص، ده تحس ان هو صفر. ما معقوله المدرب اللي احنا جبناه ده او اللي كان ماسك السي في العالي الكبير ده بيجي مش موجود للسبب ده، ان ده برضه المدرب متعود ان هو بيجي يحط سيستم اللعيبه بتستوعبه سهل جدا. لا، استيعاب اللعيبه عندنا فنيا لتغير الفنيات او تغير الخطط صعب جدا، مش موجود عندنا. اتمنى ان الجيل الجديد واللعيبه اللي طالعه الجديده دي يعني من خلال تجربه النادي الاهلي مع فان هم يخشوا في حته اللي هو افهم يعني انا لاعب بلعب في سيستم مش بلعب لوحدي. طيب بمناسبه السيستم انا التقطت كده جمله حضرتك ذكرتها، ومناسبه السيستم والنظام، الدوري المصري الفتره الاخيره لحتى نهايه الدور الاول كل 3 4 ايام ماتش. ده النهارده فكرني وانا بتفرج على الدوري الانجليزي والبوكسنج داي في التوقيت ده، هو البوكسنج داي في الدوري الانجليزي عشان راس السنه واعياد الميلاد الفتره الجايه، فمضغوط بس في المرحله الزمنيه الصغيره دي. طبعا. بس البوكسنج داي في الدوري المصري على طول. طبعا. ده بمناسبه السيستم يعني ما بيتغيرش. دايما عندنا بوكسنج داي على مدار السيزون. ما هو يعني بص ده معروف بقاله سنين، البوكسنج داي ده معروف بالظبط كده، واللاعيبه عارفينه والمدربين عارفينه والاتحاد عارفه والانديه عارفاه والجمهور عارفه. يعني هل متخيل بقى ان كل دول مسستمين نفسهم وعارفين كويس جدا؟ انا متوقع فايلر من ساعه ما جه الموضوع ده البوكسنج داي في الدوري عندكم ولا لسه البوكسنج داي مطول ولا ايه؟ لا لا احنا عندنا البوكسنج داي شغال على طول للاسف طول السيزون بالظبط. فلا طبعا دي مشكله اتحاد الكوره من أكيد. من عشرات السنين للاسف يعني. طبعا اكيد. طيب النهارده كانت في زياره مهمه للكابتن محمود الخطيب، وبنقول له الحمد لله على السلامه يا كابتن ونورت النهارده النادي الاهلي، وكان موجود في التدريب واجتمع باللعيبه واتكلم مع اللعيبه بالنسبه للمرحله الجايه، واجتماع جاي في وقته، تجديد دوافع للبطوله الافريقيه واجتماع مع الجهاز الفني والكابتن ساري عبد الحفيظ. طبعا في التفاصيل الجانبيه او الحوارات الجانبيه في مثل هذه الاجتماعات ما بتبقاش على الملأ او بالنسبه للاعلام او للجماهير، لكن بلغه لعيب الكوره مثل هذه الجلسات او مثل هذه الاجتماعات ابرز حاجه ممكن تتقال او تجديد الدافع. قدامنا هي لقطات يعني حصريه وخاصه لزياره الكابتن محمود الخطيب النهارده لتدريب الفريق الصباحي قبل مباراه بلاتيني. طبعا بص الزياره طبعا في وقتها طبعا هو لسه راجع اول حاجه بره، يعني الف سلامه عليه الحمد لله انه رجع بالسلامه. لكن توقيت طبعا ان هو يزور اللعيبه الفتره دي بالذات. ليه؟ لان بلغه الكوره كده هو شايف ان الفرقه ماشيه كويس جدا. ف زيارته للعيبه الفتره دي
خوف على المكسب ده، خوف على الأهلي ماشي بطريقة كويسة، فبيدي دفعة للعيبة وبيشدهم زيادة، لأن المكسب ساعات اللعيبة بتريح شوية لما يحس أن أنا قوي بقى لي في كام ماتش وبكسب على طول وكده، بيجي نوع من الارتخاء شوية، فده عامل نفسي. فزيارة الكابتن طبعا محمود للفرقة في التوقيت ده بالذات تخليهم يشدوا جامد، تخليهم يقولوا ان في حد يبصص عليهم، ان هم فيها تحفيز وفي نفس الوقت فيها شدة ان ما تريحوش. من ناحية تانية كابتن الخطيب شايف ان هو وصل، يعني الجهاز الفني والفرقة وصلت لمرحلة كويسة جدا، فخايف ان اي حاجة تحصل تعكر الموضوع ده او توقف الانطلاقه الجيده دي. يعني معاكم فانا معاكم وفي نفس الوقت بيشدهم ان خليكم زي ما انتم كده، كملوا وما توقعوش، وخلوا بالكم الفتره اللي جايه ممكن ماتش واحد يهز اللي انتم بتعملوه او كده، فخلينا ننطلق الانطلاق بنفس السكه اللي احنا ماشيين فيها. اكيد طبعا. طيب ايه ابرز التحديات اللي ممكن تواجه فريق الاهلي او لعيبه الاهلي في الفتره الحاليه او الفتره المقبله؟ وانت كسبان 8 ماتشات وكسبان ماتش في افريقيا وماشي في البطوله الحمد لله، بتستعيد الصداره الفتره الجايه. التحديات اللي كنا لسه بنقوله ده، المكسب ده هو التحدي. يعني ساعات في كده حاجات بتبقى هي هو النقاط القوه، هي بتبقى نقاط الضعف برضه. الانطلاقه انت ماشي بيها دي الناس مش مستنيه اقل من كده، خلاص مجزره مش مستني اقل من كده، في لعبة كتير عايزة تاخد فرصتها وتلعب، فمشي كويس. فدي نقطة نقاط قوة، لكن نقطة ضعف ان انت مضطر ان انت لازم تظهر بالمستوى ده على طول وتكمل بيه، بما انك كملت بيه كل الفترة دي، فما فيش اي سبب يخليك انك تنزل على ده الا لو في حاجة مش مظبوطة. انا شايف الاصابات كلها دلوقتي الحمد لله ما فيش حد يعتبر دلوقتي مصاب اصابه قويه، رمضان يعني ده رجعه بالسلامه. ف التحدي الفتره اللي جايه هي التحدي ان انت تستمر بنفس زي ما بقول الوصول للقمه صعب، الحفاظ عليه صعب، صعب والحفاظ عليه اصعب. يعني يعني بالنسبه للاهلي وصول القمه سهل، هو على القمه، لكن الحفاظ عليه بقى بالمستوى، خلي بالك برضو لان الجمهور دلوقتي بقى بيفهم ويتفرج على كوره بره وجوه، فبقينا لما بنشوف فرقه بتكسب وخلاص برضو بتبقى عندنا مشكله شويه، احنا عايزين في الاخر برضو الاول عايز فريقي تلعب كويس، وعايز استمتع، عايز استمتع مش عايز اكسب بس. كسرت القاعده عشان الاهلي. يعني بالظبط. هو الوصول للقمه بيبقى صعب، انت قلت لا الاهلي بالنسبه له الوصول للقمه سهل، لكن الحفاظ عليها هو اللي بيبقى بالتاكيد صعب، عشان كمان ترضي جمهورك وتمرض جمهورك كمان. طبعا بالظبط. طيب ده 90 دقيقه، ودي الاجزاء المهمه خلال المباريات، دخلنا في التفاصيل الفنيه والاجواء المحيطه بالمباريات. في امور ممكن تكون جانبيه بس بيبقى لها تاثير سواء بالايجاب او بالسلب على اي مباراه بتتلعب، من ضمنها التحكيم، من ضمنها تقنيه الفيديو الفي ار، من ضمنها التطور اللي ممكن يحصل في الكره المصريه او حتى في تطوير مسابقات الكره الافريقيه. هبدا معاك واتكلم على التحكيم. التحكيم في افريقيا خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بقى في تاثير سلبي على نتائج الفرق، وحتى حسم البطولات لفرق على حساب فرق. والبطوله السنه دي حدث، يعني حصل خطا للاسف شكله هيبقى تكرار للاحداث السابقه. الآن من التحكيم الافريقي الفتره الجايه، ولا اللي حصل ده ممكن يكون مؤشر كويس عشان الناس تاخد بالها من المراحل النهائيه؟ بص، هو التحكيم الافريقي يعني كان بقاله فتره طويله كان الى حد ما مستقر، الفتره اللي فاتت دي مع عدم استقرار الاتحاد الافريقي نفسه كاداره واللخبطه اللي حصلت كتير الفترات اللي فاتت وكده، بيحصل تسيب، بيحصل عدم متابعه، بيحصل عدم محاسبه، ودي اكتر حاجه توقع اي حاجه فيها، خاصه قصه زي موضوع التحكيم. موضوع التحكيم ده موضوع شائك جدا، وزي ما انت بتقولت ممكن كره واحده تغير نتيجه فرقه، تغير نتيجه مباراه، تغير نتيجه بطوله، تطلعك من البطوله. بالظبط. فمهم عشان كده، وده في كل العالم على فكره، بس طبعا بره، ومع ان بره التحكيم احنا لما نيجي نجيب مثلا ماتشات هنا، ماتشات مهمه بنجيب تحكيم من بره، ومع ذلك بره عملوا تقنيه الفار لان برده كان بيحصل مشاكل وبتحصل برده اخطاء. فالتحكيم في افريقيا للاسف عدم استقرار، بص عدم استقرار في اي مجال طبيعي جدا ان كل اللي تحت الاداره
كله يبقى مش مظبوط، وده اللي حصل في التحكيم في افريقيا نتيجه عدم استقرار الاتحاد الافريقي، وده اللي بيحصل في الدوري المصري نتيجه برضه عدم استقرار الاتحاد المصري. يعني جاوبت على جزء من السؤال الثاني اللي يعني كنت هسالك، يعني لجنه الحكام نفسها مش هتتغير؟ فانت قلت الاساس ما هو الاتحاد نفسه الافريقي مش مستقر تمام على مستوى القيادات او على مستوى اللجان الرئيسيه كمكتب تنفيذي او كرئاسه، فعشان كده انت مش شايف تعديل في اللجان من ضمن اللجان المؤثره لجنه الحكام. طبعا ما هو انا كلجنه حكام او انا كحكم، ما هو انا لازم كل بيطلع تقرير كل ماتش عشان اتحاسب بناء عليه، باخد نقط وبعرف اخطائي قد ايه وتصنيفي قد ايه والكلام ده كله. لما يكون الاداره فوق اساسا اللي ماسكه الموضوع غير مستقره مش موجوده، يبقى الرقابه هتبقى فين؟ مفيش رقابه، مفيش محاسبه. فالموضوع متساب كده، فهي دي المشكله، عدم استقرار الاداره يبوظ لك كل حاجه عندك، كل اللجان المختصه والفنية. كل اللجان طبعا، كل اللجان المختصه طبعا كلها بتتاثر وتتاثر بالسلب وسريعا جدا جدا. طب تقنيه الفي ار في اوروبا ما فيهاش مشاكل، في الدوري الانجليزي ما فيهاش اي مشكله. لا مش هتكلم على الكره المصريه لان هسالك على ده بس سؤال لاحق، لكن في الكره الافريقيه لما اتطبقت في النهائيات سببت ازمات. ده ايه سببه برضه؟ لان خلاص ان المعايير بتاعت الفي ار معروفه ما فيهاش اجتهادات. ما هي معروفه وما فيهاش اجتهادات وكل حاجه تمام، بس هرجع اقول لك برضه حته برضه نفس النقطه كنت بتكلم فيها هربطها شويه ببعض، ان اللعيبه مش متعوده على السيستم. هي نفس القصه بالظبط، احنا كلاعيبه وكانديه وكاتحادات كوره والكلام ده كله في افريقيا مش متعودين على السيستم، مفيش نظام. فانت هتيجي تطبق نظام واحنا مش هتحط سيستم واحنا مش عايزين نتعامل بالسيستم، او ثقافتي الرياضيه وشغلي الاحترافي لا يتقبل السيستم، فطبيعي جدا حصل اعتراضات حتى على الفار هنعترض عليه لما ان هو سيستم، لكن غصب عننا هنعترض عليه يعني. فدي مشكله كبيره جدا. الفار بره زي ما انت قلت معروف ليه قواعد معينه ولازم ناس تتدرب عليه وحكام تتدرب عليه فتره طويله تقريبا 5-6 شهور او مظبوط حاجه كده 6 شهور. فدي عشان تنفذه لازم عندك الكوادر المؤهله انها تستخدم الفار، وغير كده بقى ان المدربين واللعيبه والاتحادات والجمهور يتقبل الفار. يمكن يتقبل الفار في ماتشات اوروبا، لكن لو جه عندنا هنا انا بقول لك يعني ان هتحصل كوارث. يعني حضرتك من انصار تطبيقه في الدوري المصري ولا مش من انصار تطبيقه؟ لا انا مش من انصار تطبيقه دلوقتي بصراحه خالص. لما نطبق السيستم بتاعنا الاول يبقى عندنا دوري مستقر الاول، يبقى عندك لجان مستقره، يبقى عندك تقييم ثابت للعيبه وتقييم ثابت للحكام، وعندك دوري ثابت انت عارفه طول السنه، تقدر تضيف سيستم تاني. لكن انت اساس السيستم الاساسي اصلا بتاع الكوره عندك مش شغال. فما ينفعش طبعا، مع احترامي طبعا لكل الناس، لكن ما ينفعش تجيب سيستم من بره عشان تحد من حاجه معينه جوه وتسيب الاساس. زي ما كنا بنقول دلوقتي احنا عندنا بوكسنج دي شغال على طول، ما فيش الدوري غير مستقر، ولسه هيحصل هنخش في قصص لسه قريب، تجمع المنتخب وتأجيل الدوري تاني وتأجيل المنتخب الأولمبي، وهنخش في قصة لا قدر الله تؤثر كلنا عارفينها. احنا من دلوقتي عارفين المشكلة وصاحب المشكلة بيتفرج لغاية لما تحصل بالظبط. يعني مش حاطين حتى بلان بي او سي ليها بالظبط. فأنا شايف ان الفار ده فكرة غير صائبة تماما لينا هنا خالص بصراحة. وجهة نظري، ممكن ابقى غلطان يعني طبعا. انت شايف اصلا كده كده من غير الفي ار في مشاكل كتير لما يطبق الفار كتير جدا، انت هيزود لك المشاكل. ويقعد بقى ان الحكم ممكن ياخد بالفار ممكن لا. يعني حتى لو اتحددت القواعد والمعايير ان هي 4-5 حالات معروفه، ما هو انت الان ان يجي اي فاول في نص الملعب يقول لك انا عايز اشوف الفار. طب الكره طلعت اوت عايز اشوف الفار. هل احنا عندنا هنا قواعد ومعايير؟ بس دي قواعد ومعايير رولز كده حاطها الاتحاد الدولي بتطبق يعني على اتمنى يعني على كل مثلا الفار في اوروبا مش عكس الفار في افريقيا، لا نفس القواعد والمعايير هنا هي هنا، لان هي التقنيه اللي بيدربك عليها اصلا مختصين في الاتحاد الدولي. بس المسؤول عليها جوه مين؟ الحكم. الحكم بعد ما بيتدرب وياخد الرخصه. بعد ما ياخد الرخصه صح. طيب ما هو ترجع للحكم برضه، ما هو الحكم ممكن برضه يعمل نفس اللي بيعمله هو تاني برضه في استخدام الفار. فهي يعني يحصل ان يعني انا شايف ان يعني الفار ده مش وقته خالص. الفار ده بعد شويه اتطبق في, في في اوروبا، بعد ما اشوف اوروبا ماشيه بسيستم بقى لها 20 سنه ما بيخرش الميه زي ما بيقولوا. يعني الدوري الانجليزي طبقوا السيزون كامل اوف لاين بالظبط، يعني بيشتغل الحكام شغالين عليه وغرفه الفار الناس شغاله عليه بس اوف لاين،
بحيث بعد السنه الكامله دي وبيطبق اوف لاين يبدا يطبق بقى بشكل عملي وتبقى الناس عارفه التطبيق والطريقه شكلها ازاي. بالظبط، لكن احنا فاكرين ان الفار هيجي هنا فخلاص الماتش كله هيمشي بقى دوس بلاي على طول، يلا دوس بلاي وقف ونرجع تاني، الموضوع هيبقى صعب. ازمه. طيب في الجزء الاخير من الحلقه هفتح معاك فكره اللي حضرتك اتكلمت عليها، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي وتاثير ده على المرحله الجايه في الدوري، وغالبا هيبقى الدور الثاني لان الدور الاول جدوله محدد لغايه 19/2. لكن قبل ما ادخل في الجزئيه دي، فجاه في خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا الكل طلع يتكلم على مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك واحتماليه اقامتها بعد الدور الاول. الدور الاول لو خلص هيخلص 19/2، دور الثمانيه في بطوله افريقيا والكونفدراليه هيبدا 28/2، يعني مده زمنيه حوالي 9 ايام او 10 ايام. في تفكير ان السوبر يكون ما بين المباراتين او ان السوبر يتلعب بعد الدور الاول. هل شايف التوقيت يبقى مناسب او التفكير في السوبر دلوقتي مناسب او الحديث حتى على الدور الثاني من دلوقتي شايفه ازاي كجدول ومواعيد؟ والله انا اول حاجه لازم عشان اقول لك حاجه زي كده اقول لك وجهه نظري، لازم اول حاجه اشوف التوقيتات بالظبط يعني للفرق كلها والماتشات الافريقيه امتى يعني والمنتخب المفروض يتجمع امتى، يعني لازم يبقى قدامي خريطه كامله بصراحه عشان ما اقولش كلام. المنتخب لسه في ثلاثه، لكن يعني انا شايف ان المواعيد كلها معروفه فسهل جدا ان احنا نرتب وسهل جدا ان احنا نقعد نعرف الماتش ممكن يتلعب امتى يعني. طب لو من 19/2 ل 29/2 ممكن يتلعب سوبر في وسط ال 10 ايام، خاصه ان 19/2 ده اهلي وزمالك. يعني ممكن مباراه اهلي وزمالك ثانيه بعدها باربع خمس ايام. تمام، ايه المشكله؟ عادي، انا مش شايف فيها مشكله خالص. احنا ليه عاملين حساسيه دايما في القصه دي؟ وطالما ان احنا بنعمل حساسيه يبقى في حساسيه فعلا بقى. يعني واحنا بننقل لسه الثقافه دي تاني، ايه المشكله ان نلعب؟ قبل كده برشلونه وريال مدريد لعبوا في اسبوع ماتشين. ايه المشكله؟ فين المشكله في الموضوع؟ طب تجاريا وتسويقيا ما ياثرش على قيمه المباراه؟ يعني الناس بتبقى متلهفه لما تتفرج على ماتش ريال وبرشلونه، لما يلعبوا السبت ويلعبوا الثلاث، اشتياقك لمتابعه المباراه يوم السبت غير اشتياقك لمباراه الثلاث اللي انت شايفهم من يومين ثلاثه. ايوه بس انت في عندك في حاجه، بص احنا عندنا برضو هرجع تاني، عندك نظام. النظام ده لازم تمشي عليه، ممكن يحصل حاجات في النص، حاجات بتبقى صعبه على حد وعلى حد مش صعبه ممكن تاثر، ولكن مجملا انت بتبقى ماشي بنظام، عارف مواعيدك ايه، عارف اللعيب يبقى جاهز عندك امتى، من قبلها بشهرين وثلاثه واربعه والمفروض قبلها بسنه. فانا مش هقف اقول في ماتش معين اصل ده قريب من الماتش ده او ممكن تاثر تسويقيا في ماتش، وانت عندك الدوري كله هنقف على الماتش ده؟ لا، خلينا نخرج بره ان احنا نقف على الحاجات الاستثناءات ونبني عليها، خلينا نعمل نظام. طب ما انت عندك ماتش برشلونه ريال مدريد اللي فات اتاجل، اتاجل لظروف امنيه في كاتالونيا، اتاجل شهرين صح لظروف ما صح. استثناء، لكن ما بنيش عليه من اول السنه ان انا لازم اغيره، لا هو حصل استثناءات واستثناءات سياسيه. تمام، ويمكن النقطه دي كمان نقطه مهمه يمكن تطرقنا ليها، ان الحساسيه يعني ريال مدريد وبرشلونه في حساسيه قويه جدا بين الفرق بين الناديين، وفي حساسيه ثانيه بقى سياسيه ان برشلونه او كاتالونيا عايزين ينفصلوا. تمام، شوف حتى الاعتراض بتاع ال 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 اعتراض جماهير برشلونه، اعتراض الجماهير برشلونه لما جم يعترضوا الماتش الاخراج على الموضوع. لا شوفوا، لا هو الاخراج جابها وكل حاجه بس قول طلع من فوق، بس شوف طريقه اعتراض الجمهور لما اعترض في شيء سياسي قوي جدا، عمل ايه؟ رموا كور في الوقت اللي فيه اللاعب كان متعور والوقت واقف. تقصد الطريقه كمان، طريقه الاعتراض. يعني دي لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، ان اللعيبه الثقافه نفسها حتى ثقافه الاعتراض، وفي حاجه مهمه جدا اكيد، وفي ماتش وفي ناديين بينهم حساسيه، اعترضوا بشيء رموا كور جوه الملعب ورموا يمكن 40 كوره، لقيت مش عارف ان في 40% ان كاتالونيا بتساهم في 40% من دخل اقتصاد اسبانيا، اقتصاد اسبانيا. فشوف الطريقه كانت عامله ازاي، يا ريت ده ننقله برضو للانديه وننقله للجماهير يعني. طيب اخر سؤال وباختصار، اتفضل. مع مطلب الكابتن حسام البدري بتاجيل الدوري في يناير وفبراير عشان يعمل معسكرات لمده ايام بسيطه، ولا لا الدوري يستمر في مواعيده؟ لا طبعا ده تهريج يعني، مع احترامي طبعا لكابتن حسام ده تهريج، مش حاجه اسمها ناجل الدوري تاني الكلام ده مش في اجنده، يا ريتنا بقى. ومفروض هو يعني مدرب كبير وفاهم، خلاص ما فيش حاجه اسمها مدرب يطلب تاجيل للدوري، ده عمر ما في حد في الدنيا بيعمل كده. انا نفسي اعرف الكلام ده موجود فين قبل يعني، نفسي اشوفه في حته في العالم يعني. اتمنى ان الكلام ده ما يتعملش، واتمنى ان احنا يبقى عندنا
اتحاد كره يبقى قوي شويه يقدر يفصل شويه بين الاتحاد في هذه الموضوعات في الموضوعات الشائكه دي. تمام. أتمنى. كابتن تامر بجاتو انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وسعداء بوجودك معنا في قناه الاهلي. اشكرك، انا متشكر جدا ومسي جدا كنت معاك النهارده ونتقابل تاني ان شاء الله. اكيد هيبقى لنا الشرف بالتاكيد. شكرا. بشكر بالتاكيد الكابتن تامر بجاتو على هذه الفقره الفنيه والحديث عن الكره المصريه ومشوار الاهلي في البطوله الافريقيه، مباراه الثلاثاني وستارز ان شاء الله يوم السبت في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا. لكن الفقره القادمه فقره مهمه جدا لان معانا اذاعي كبير وشخصيه اعلاميه كبيره جدا، ليه طبعا صولات وجولات في الملاعب سواء المحليه والافريقيه. فرصه النهارده معانا ونتكلم معاه عن المباراه الافريقيه ومباراه الاهلي والبلاتينيوم، وكمان فرصه ان نتكلم مع الاذاعه الكبير دور الاذاعه كمان في التاثير على المستمعين ومتابعي كره القدم في السنوات السابقه بالمقارنه بالسنوات الحاليه او السنوات القادمه. فاصل وبعد الفاصل الاستاذ سمير حسين الاذاعه الكبير في الفقره الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليلي.